تشاهدون في هذه الحلقة: استاد الفقيد العلواني بعدن يشكو تراجع النشاط الرياضي وغياب الاهتمام الرسمي. مسجد تاريخي لعب دوراً تنويرياً في الدين والسياسة والأدب. عبد الله بارحمة مصور فوتوغرافي يعشق الطبيعة. مشاهدينا الكرام، نبقى الآن مع جولة إخبارية سريعة اخترنا لكم فيها أهم الفعاليات والأحداث والأخبار التي حصلت خلال الأسبوع. دشن في العاصمة المؤقتة عدن توزيع معونات غذائية تركية على أسر جرحى الحرب، ووزع الهلال الأحمر التركي 1200 سلة غذائية ضمن برنامج يشمل أيضا الجرحى في محافظات لحج وأبيان والضالع خلال الأسابيع القادمة. فاز نادي الميناء الرياضي بكأس بطولة الكاراتيه الرمضانية في العاصمة المؤقتة عدن، وشارك إلى جانب الميناء نادي الوحدة والشرارة اللحجي لفئات البراعم والأشبال والناشئين في البطولة التنشيطية التي أقيمت تحت شعار لا للمخدرات. ملعب الفقيد العلواني في مديرية المنصورة يعد واحدا من أهم الملاعب الرياضية في عدن، لكنه يشكو إهمال الجهات المعنية. لنتابع. رغم مكانته وأهميته الرياضية في عدن، يشكو استاد الفقيد أحمد العلواني بمديرية المنصورة تراجع النشاط الرياضي بسبب شحة الإمكانيات وغياب الاهتمام الرسمي. المتنفس الوحيد حالياً داخل المنصورة بعد إغلاق أكثر من ملعب في المدارس اللي كانت تنفس، ما معهم إلا هذه الوجهة اللي هو ملعب نادي شباب المنصورة، عن إبعادهم من الطرق اللي ظهرت الآن مثل الحشيش والحبوب والحاجات، يعني الجماعات المتطرفة اللي كانت في المنصورة. ما فيش الماء، موجود الماء مش موجود، الماء يشتريه شراء مدير الملعب، بوز على حله مشان يروش الملعب، يروش الملعب كل أسبوع مرتين ثلاث مرات، البوزة فقط بخمسة ألف، كم بيستغرق هذا الملعب، كم بيكون الشخص هذا فهد بصراحة. اكتسب استاد الفقيد العلواني أهمية عقب استضافة اليمن لبطولة خليج 20، حيث استضاف جانباً من تدريبات المنتخبات المشاركة، ولا يزال مهيئاً لإقامة البطولات المحلية في الوقت الذي تنعدم المخصصات المالية لتشغيله. الحفاظ على هذا المنشأة منشأة حكومية تعتبر، يعني بعد الله سبحانه وتعالى ثم خليج 20، لولا هذه البطولة بعد هذا الملعب ما ابتناش داخل المنصورة ولا استفادوا منه الشباب ولا حي. بصراحة ملعب العلواني ليس كنموذج، بل هو النموذج نفسه لملاعب عدن باطبة، الملعب الوحيد الذي يلقى اهتمام من العاملين فيه، من القائمين عليه وليس من الجهات، بدليل حتى اللوحات التي أمامكم هذه كما أعرف لم نستلم عليها أي مبالغ أي مقابل، فقط كمقاملة للجهات هذه من رئيس النادي. وجود ملعب العلواني في مديرية المنصورة أضاف أبعاداً أخرى تمثلت في حماية النشء وتوجيه طاقة الشباب نحو مختلف الأنشطة الرياضية بدلاً من الانجراف نحو التيارات الهدامة. أهمية الملعب في الوضع الحالي، أولاً يجنب الشباب من الآفات المريضة من قات ومن أشياء يطول شرحها، ووجودهم في الملاعب هذه في ممارسة رياضاتهم. ملعب المنصورة، نادي المنصورة من أفضل الأندية، يمارس كرة قدم، يمارس ألعاب الظل كامل، معتني بالصالة الرياضية، معتني بملعبه والرياضات تمارس فيه، وحتى يهرب الشباب من الشوارع والتسكع فيها والتواجد داخل الملعب هذا الذي يعتبر نموذج. تحدثنا يعني عن نقصان، ينقص حاجات كثيرة، مثلا اولا حوافز يعني من اجل القائمين على هذا المكان وامنه، ثانيا احيانا تقع يعني مباريات قويه بهذا المكان تتطلب يعني عدد اكبر من رجال الامن، وهذا الجانب يعني لازم تكفل به جهات معنيه مثلتا يعني بمامور المديريه اولا، ثم يعني قسم شرطه المنصوره ثانيا، ثم اداره النادي ممثله بالاخ احمد كادح رئيس نادي المنصوره، والأخ فهد عبد الكريم الصنصوني اللي هو مدير الملعب هذا.
الحفاظ على المكتسبات الوطنية لا سيما ذات الأهمية كملعب العلواني غدت مهمة شاقة على إدارته التي تفتقر للإمكانيات اللازمة لإعادة إحياء نشاطه الرياضي في ظل غياب دور السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة. الأستاذ فهد عبد الكريم مدير ملعب الفقيد العلواني بالمنصورة في عدن، أهلا ومرحبا بك اليوم معنا في هذا اللقاء. أستاذ فهد، بداية لو تحدثنا عن أهمية ملعب الفقيد العلواني والامتداد التاريخي له وأهميته بالنسبة لبقية الملاعب الموجودة داخل محافظة عدن. أول مرة أنا أرحب بكم في ملعب الفقيد العلواني في المنصورة وأشكركم على هذا اللقاء اللي هي يعني شكل يعني نوعية من أبناء المنصورة بهمومهم ومشاكلهم. أشكر قناة بلقيس وجودها اليوم عندنا. أهمية الملعب هذا الملعب من الملاعب اللي في عدن. مديرية المنصورة من أكبر مديريات عدن كامل، والشباب أكثرهم يحبون الرياضة فيها، يتعاطون الرياضة بأكثرها. وفترة الأزمة الحرب اللي قامت في عدن، اتجهوا الشباب أكثرها في أماكن غير أماكنهم، أماكن الرياضة أماكن هذا، اتجهوا في أماكن. نحاول الآن الفترة هذه بالمنشأة هذه اللي تأهلت لنا من قبل الدولة إنه نسحب كم ما قدرنا من الشباب من فئات عمرية، البراعم والناشئين والشباب والفريق الأول، نخليهم على الأقل يتجهوا اتجاه الرياضة، يبعدوا من أماكن القاعات وأماكن أهميته هذه. الأهمية الفعلية إنه لازم نكون الشباب يتواجد في الأماكن الرياضية مشان إلها من أمور القاعات أمور. إلى أي مدى يستفيد أبناء مديرية المنصورة من ملعب الفقيد العلواني؟ أبناء المنصورة مستفيدين من ملعب العلواني، يعني تقام البطولات عندنا بشكل مستمر، والآن حاليا في شهر رمضان بتقام بطولة الشركات، والراعي الرسمي فيها البنك اليمني، وتقام عندنا برضو اليوم بوجودكم انتو برضو أعطونا احنا شرف تنظيم بطولة المريسي الرمضانية اللي الفرق فرق عدن وفرق المحافظات المجاورة برضو تقام فيها. وأهميتها برضو أهمية رياضية أولا بحت، لأنه من بعد صلاة الفجر نبدأ فتح الملعب هذا، يستضيف أول شيء كبار السن، يعني يغضون الرياضة فيها من الأمراض، من مباشرة بعدها الفئة الثانية تكون يعني لاعبين الحواري، وبعدين مباشرة بعدها من الساعة 9 في المدارس الخاصة والمدارس العمومية، وبعدين تجي النشاط الرياضي اللي هو يخص النادي، نادي شباب المنصورة من فئات عمرية لا شباب لا فريق الأول. من هي الجهة المسؤولة من ناحية الإشراف، الجهة الإشرافية المسؤولة على هذا الملعب؟ والله الجهة المشرفة مباشرة هي إدارة النادي، رئيس النادي يمثل بأحمد الكادح وإدارة النادي. كيف تقيمون دور هذه الجهة؟ والله دور الجهة هذه الآن أكلمك الآن في من يوم ما تعينت أنا ب 2012 شهر 4 تاريخ 8، يعني سلمونا الملعب ما عاد شفت أي حاجة من قبلهم. هذا الملعب وأنت اشتغل فيه، هذا الملعب وأنت ألعب، وأنت ألعب ملعبك وأنت ألعب، وأنا من أبناء المنصورة، وهذا المنشأة يعني فرصة لنا إنه أتت بالأزمة هذه. وفي بعض أندية العريقة يعني زي نادي الميناء ما تحصلوش فيها، وزي نادي الجلا وزي اللي أقدم مننا، وفرصة إنه هذا وما حبيناش إن نهملها. حاولنا إنه بس الفترة الأخيرة يعني بعد ما تعين رئيس النادي أحمد الكادح يعني الثلاث شهور الأخيرة يعني نقطة من البحر، يعني بدأ يعني يلفت لنا نظرة. هناك اهتمام يعني ملحوظ بالنادي، بدأ يعني من الثلاث شهور الأخيرة هذا من قبل رئيس النادي فقط اللي هو أحمد الكادح في الثلاث شهور الأربع شهور الأخيرة هذه فقط. أما الثمان سنين اللي أنا كنت فيها والعشر سنين هذه ولا يعني ولا من إدارة النادي ولا من أي جهة حكومية صرفت ريال واحد للمبنى هذا. في رأيكم أستاذ فهد، ما هي الأسباب يعني إهمال هذا النادي أو الإعراض عن تقديم له
المساعدات أو تطوير هذا النادي؟ والله الأسباب هذه أولها يعني وضع البلاد، وثاني شيء يعني حط المك ال كما تقول أعطي خبز الخبازة لما يكون يعني زي ما أمور مديرية المنصورة، يعني رجل نعرفه يعني ما شاء الله عليه شغال وكل شيء، بس بالأمور اللي تخص أمور المواطن، لكن ما اتجهش اللي تخص الشاب والشباب والرياضة. يعني أهل واحد يعني طبعا معنا زي ما مديرية المنصورة معنا مكتب شباب مديرية المنصورة يخص مدير المنصورة مش تبع الاتحاد، يعني عين واحد ما يستاهلش إنه يقوم بهذا، لأنه نحاول من خلال هذا اللقاء إنه إحنا نوصل له هذه الرسالة أو توصل له هذه الرسالة. أيوة، لأنه عين واحد مش مناسب في المكان المناسب، يعني مش وهو اللي مروا له الأزمة الأخيرة اللي جينا فيها والملعب ده أهمل، لما أقول جابوا نحن الأفارقة لهنا جلسوهم ما بين أسبوع ل لتوبين جلسوهم عندنا هنا، يعني الزبالة أجت بشكل فوق ما تصور، يعني القمامة، يعني توقع أنت من اللي جابهم؟ جابهم نائب رئيس النادي اللي هو عارف ياسين، نقول له هذه منشأة من أكبر منشآت المنصورة وهي منشأة رياضية مش محتجزة لله الأفارقة الأتوبين، فوق ده صمم ودخلهم بالقوة، لما أقول أهالي هنا وخرجوهم يا مدير مديرية المنصورة يا أبناء المنصورة يا أمين عام المنصورة، على الأقل النظافة بس قررت نظافة، يعني ميزانية النظافة يعني تجاوز 200,000 لما جبنا ونظفنا هنا، ولا حد التفت علينا ولا شيء، نحن سببنا مشاكلنا كلها المديرية مديرية المنصورة اللي هي المجلس المحلي. المجلس المحلي هذا المنشأة هذه تتبع له، هذه من أكبر منشآت المنصورة وتحوي شباب غير عادي، يعني من فئات عمرية 60 لاعب لا فريق أول لا 50 لاعب، يعني ما بتجاوز ما بين 400 لاعب غير الجمهور، الجمهور فوق 2000 من الجماهير، وهذه منشأة يعني تحوي اللاعبين تحوي الشباب من أمور كثيرة، من الأمور الغات، من أمور البلطجة، الأراضي، من أمور حاجات كثيرة. حاولنا ناشأنا المدير المنصورة، كلمناه شخصيا يعني قلنا له يا أخي حاول تحط الرجل المناسب في مكان مناسب، عارف ياسين هذا إنسان يعني مادي مش ما نعنيه شخصيا، بس أموره الأمور الرياضية مش فاهم فيها ولا شيء، يعني تخيل إن جيب الأفارقة لعندنا هنا يقول لهم ملعب المنصورة، وملعب المنصورة ده من أفضل ملاعب عدن، يعني قسوه 5 أيام هنا، لما أقول أهالي المنطقة هم اللي خرجوا الأفارقة من لما شافوا القمامة والوباء، يعني وصل لها العرف وصل لما بيوتهم، أجوا وخرجوهم لهنا ونحمل مسؤوليتنا كامل، هذا عارف ياسين هو اللي والمأمور هو اللي ما عرفش اختار من الرجال اللي يشتغلوا معه في أمور الرياضة، خاصة أمور الرياضة هذه أمور غير عادية. أستاذ فهد، اليوم ما هي أبرز الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام النادي وأمام أن يعمل بالطريقة المثلى التي تتمنون أن يعمل بها؟ والله الأسباب كثيرة، أولها شيء يعني ما تمشي أي حاجة إلا في لازم تكون في لها ميزانية خاصة تشغيلية بأي أي موضوع كان، أي موضوع كان لازم يكون في أمور مادية اللي هي لازم الأمور تشتغل كامل، زي هذا الملعب يعني ماشي معنا آلية خاصة ولا مادة يعني ولا ميزانية تشغيلية، ميزانية تشغيلية حتى ريال واحد من أي جهة كانت من مديرية إلى المحافظة، ما حد التفت نحن بالأبناء المنصورة، المنصورة دي أكبر منطقة داخل عدن، إذا ما تحتوي الشباب فيها ما في فائدة، يضيع الشباب كامل، شبابنا يعني أطرق فرصة يمكن يتجه لأي مكان ثاني إذا ما تحتويهم، وهذه المنشأة هي اللي تحتوي الشباب، يعني حتى بطولات ليلية نحن نحاول الحين نعيش المنصورة، نحاول نسحب البطولات كامل على قدام عيونكم، يعني بطولة المريسي بتقام عندنا، بطولة الشركات برضو نفسها تقام عندنا. ما الذي يحتاجه الملعب لكي يعني يستضيف هذه البطولات؟ هل هو الآن اليوم هو مهيأ لاستضافة هذه البطولات؟ الملعب الآن حاليا مهيأ بجهود ذاتية، وجهود الرجال اللي موجودين اللي معانا الشباب اللي يحبوا منطقتهم، جهود شخصية، يعني انه محتاجين كثير،
يعني في أمور حتى النظافة، إذا بتدخل المبنى عندنا من أفضل مباني، يعني نظافة الحمامات والغرف اللاعبين، الدولابات كلها جديدة، كل شيء أمورنا كلها طيبة، ده كله جهود الشباب، فضل رب العالمين أول شيء وجهود الشباب. لكنه في يعني جهة أو شخصية أجت ساهمت لأبناء المنصورة ولنادي المنصورة، هذا للأسف يعني مش موجود نهائياً. هل من خطط أو مقترحات أو برامج تقومون بها كمدير للملعب، لملعب الفقيد العلواني، لتطوير هذا الملعب؟ والله المقترحات الآن على حسب إمكانياتنا، يعني ما في أي مشاريع يعني نقدر نقيمها نحن بالضبط، بس نحاول برنامجنا إنه نحاول نستضيف كم ما قدرنا من بطولات، مشان نحاول يعني كم نقول من البطولات المحلية تقام عندنا، كم ما قدرنا من بطولات محلية تقام عندنا، ونلم الشباب، نخلي الشباب والجمهور كامل يتفرج عندنا، يعني نهيئ للشباب إنه هنا في ملعب، ولازم الكل العصر بدل ما يتجه لأمور القات وأمور تانية إنه يكون تواجد في الملعب. هذه خطتنا يعني إنه نستضيف كم ما قدرنا من البطولات. بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة، ما الذي قدمته للملعب؟ وهل مثلا أنتم على تواصل أو تنسيق معها؟ والله وزارة الشباب والرياضة لو أقول لك ماذا قدمت الملعب، صفر على الشمال، ولا في مندوب ولا شخص من أبناء من وزارة الشباب والرياضة أتى نحن شخصيا نهائيا. علاقتنا دحين حاليا في الثلاث شهور الأخيرة مع مدير مكتب شباب الرياضة اللي هو الأستاذ نعمان شاهر، قسينا معه وحضر الملعب بعد ما تعين ودار الملعب وأشاد الملعب ودخل عندنا الغرف وشاف الأمور كلها أمور طيبة ماشية، وكانت الكهرباء مقطوعة عندنا مدة حوالي 9 أشهر، راح المحور الرئيسي حق الملعب وحضرنا وكلمناه وبلغناه وسجل لي رسائل، عدة رسائل اتفاعل معي شويه، قال انا ما عندي الا اسجل لك الرسائل، لكن انه المحول قيمته ما بيتجاوز 35 مليون ريال يمني، وحاولنا معه وقدمنا رسائل وقابلنا رسائل عند المأمور، ورحنا عند المأمور ما في فايده، ودخلنا الكهرباء برضه تابعنا ما بين 4 أشهر 5 أشهر، رجعنا تحركنا في اماكن ثانيه ورب العالمين توفقنا فيه به، وقابلنا محول قيمته 35 مليون، وركبناه وجبنا طاقه شمسيه برضه للملعب، جهود تهديئه يعني كلها ما في علاقه لها للمامور ولا علاقه لها لمكتب شباب الرياضه ولا علاقه للوزاره. حاولنا كثير نقرب لهم، حاولنا نقول لهم انه هذه المنصوره اسم اتكرر كثير في الاعلان في الجرايد، بين قوسين مشاكل كثير فيها، نحاول نسحب الشباب، انتبهوا المنصوره وابناء المنصوره، حاولنا نقرب حاولنا ما قدرنا نهائيا، ولا من مكتب شباب ولا من وزاره ولا من نعمان شاير. الاستاذ نعمان اتفاعل معانا من يوم ما تعين، نشكره برضه، نحن نعطي اللي تواصل معانا الفتره الاخيره الثلاث شهور الاخيره هذه، الحمد لله بفضل رب العالمين حاولنا وقدرنا نجيب المحول، محول جديد ب 35 مليون برضه، ركبنا الأداء وركبنا طاقة شمسية ما بين 20 ل 25 ألف دولار برضه ركبنا المبنى، هذه كلها جهود تأتي يعني ما في حد له معروف إلا بفضل رب العالمين والشباب اللي حولي أنا. دور اتحاد الشباب الرياضة، ما هو دور الاتحاد الرياضي اليوم؟ ماذا قدم لكم وماذا قدم لملعب الفقيد العلواني؟ اتحاد كرة القدم في عدن، الأستاذ حيدان، المهندس حيدان، هذا رجل يعني من أفضل رجال عدن المهتمين بالرياضة في داخل عدن، قدم نحن حاجات كثير، خاصة نحن ملعب شباب المنصورة، يعني هذا ما نقول لكش رجل، والله أقول لك هذا أبو أخ، ساعد نحن بحاجات كثير مرة، وهو كان من اول شخصيا كشخص يعني وكاتحاد، حاول انه يصلح البطولات، ويعني وطرح قرار رسمي انه كل المباريات النهائيه في بطولات اللي تقام في عدن لازم تكون الافتتاحيه والنهائي لازم تكون في عدن في ملعب المنصوره.
وهذا أمر مفيد للملعب. إلى أي مدى هذا الأمر مفيد؟ مفيد الملعب أول شيء للجمهور وشباب المنصورة، تأهيل الملعب معنوياً وجماهيرياً، إنه هذا الملعب تقام فيه البطولات ويضم أكثر شباب من أبناء المنصورة وشيوبها وكبار كلهم يتواجدون عندنا هنا. امتلي الملعب الله يعزك السور حتى الأسوار ولا الشبك من خد. لأن الناس متعطشين الآن خاصة لهكذا فعاليات وهكذا مباريات. أبناء المنصورة محتاجين هذه الحاجات ومحتاجين البطولات هذه. وأستاذ حيدان هذا من أفضل رؤساء الاتحادات يعني عندنا، اللي نتعامل معه أخلاق وكل شيء يعني الله يقول الحق، يعني معاملته بالرياضة معاملة غير عادية يعني. ما مدى التنسيق بينكم وبين بقية الملاعب الموجودة في محافظة عدن؟ يعني تنسيق الملاعب كما تقولي يا أستاذة إنه تقام ما بين مدراء الملاعب، لأنه أكثر الأندية والملاعب تضررت بالحرب الأخيرة هذه، والملعب الوحيد اللي يعني تم محافظة عليه بعد فضل رب العالمين والشباب ملعب المنصورة، أدواته كامل موجودة من معدات من كراسي من، أما الملاعب الثانية كلها يعني أهملت وانسرقت و... تعرفي وانت وضع الحرب، حرب 2015 ايوه 2015 هي اللي شوية ملاعب عدن انضرت شوية منها، خاصة ملعب 22 مايو اللي انهد كامل والملاعب الأخرى. يعني علاقتنا فيهم بهذه الأمور يعني يحتاجوا ان احنا في أمور معينة زي الأمور الكراسي والأدوات الرش الملعب، نحن متواجدة عندنا حافظنا عليها، لأنه أيام حرب 2015 كانوا النازحين موجودين ونحن كانوا موجودين عندنا برضو نازحين، بس كنا مرتبين أمورنا في الملعب وحراسة كانت مضبوطة متواجدة واصل، ما اصطلح فيها الإهمال، وعمال النظافة كانوا متواجدين فوق ده، وكان ما في أي آلية تشغيلية نهائيا ولا ميزانية، بس حب المنطقة وحب أبناء المنطقة بهذه الخبر. ختاما أستاذ فهد، رسالة أخيرة تودون قولها من خلال هذا اللقاء؟ والله أول نشكركم، أول شيء نشكر قناة بلقيس على وجودها في ملعب العلواني وتشوف هموم المنصورة وأبناء المنصورة، وثاني شيء نوجه رسالة للمأمور المنصورة، أعطي الخبز الخبازة واختار الرجال اللي تشتغل معك أنت. رجل يعني هموم المنصورة كثيرة عليك، والهم الرئيسي هم أبناء المنصورة وهم الرياضة، منشأة هذه منشأة من أكبر منشآت عندك في عدن في المنصورة كامل، لازم تحافظ عليها واختار الشخص المناسب، الشخص اللي أنت دحين وكلته كرئيس يعني مكتب الشباب والرياضة لأبناء المنصورة غير مؤهل، ما في علاقة شخصية يعني بينهم بس غير مؤهل، يعني رئيس مكتب شباب الرياضة ولا نزل يوم يشوف أمور، وبالأخير قبل نحن اللاجئين والنازحين هنا ونتواصل معه يقول لك حتى ما أجاب حتى ريال واحد لنظافة المدرجات والمباني هذه. واشكركم واشكر القناة واشكر الشباب كامل اللي قامين عليها. الأستاذ فهد عبد الكريم مدير ملعب الفقيد العلواني بمديرية المنصورة في محافظة عدن، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. مسجد بنصير إحدى المنابر الدينية في عدن، والذي لم يكتفي بنشر تعاليم الدين فقط بل كان له دور في العديد من مجالات الحياة. القرن الرابع عشر الهجري شيد رجل الأعمال عوض بكرام بنصير الحضرمي مسجداً في كريتر عدن سمي باسمه، ولعب دوراً تنويرياً في مختلف مجالات الحياة. يتوسط مسجد بنصير أهم شارعين في كريتر عدن، هما شارع المتنبي شرقاً وشارع المعري غرباً، وكان محطة للعلماء والفقهاء وأهل السياسة والأدب من علماء حضرموت والمهجر.
مدى نصف قرن ونيف اكتسب مسجد بانصير مكانة عظيمة وشهرة واسعة تميز بها عن سواه من مساجد عدن لكونه حظي بزيارات رواد العلم والسياسة في شمال اليمن وجنوبه. يذكر الباحثون أن من ضمن الفقهاء والعلماء الذين ارتادوا مسجد بانصير العلامة محمد بن سالم البيحاني والشيخ سالم بن محمد باوزير والعلامة عبد الرحمن الكاف وعبد الله بن علوي الحداد والشيخ عبد الله بن طاهر وغيرهم من رواد الفكر التنويري. من مقر الاتحاد اليمني اتخذ منه قادة الأحرار ملتقا لمناقشة القضايا الوطنية وعرضها على الناس بمساعدة العلماء الذين سعوا إلى إصلاح الأوضاع في البلد. كان لمسجد بانصير نصيب من الأدب نظرا لقربه من ثلاث مطابع آنذاك، ما جعل منه مسرحا لتوزيع المنشورات وكتب الشعر والأدب. في ستينيات القرن الماضي برز عدد من الساسة والأطباء وأعلام اليمن ممن احتلوا مكانة مرموقة أمثال الدكتور يوسف محمد عبد الله الذي شغل مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الآثار والدكتور عبد المجيد مسعود طبيب العيون الشهير وهما ممن تربى في كنف مسجد بانصير. كان لمسجد بانصير دورا في مساعدة كثير من الأبناء على مواصلة التعليم في المدارس حيث تم تخصيص فنائه سكنا للطلاب وتكفل رجال الخير بتوفير الغذاء حتى لا تحول الفاقة بينهم وبين التعليم. يشكل التصوير الفوتوغرافي بالنسبة له تجسيداً للصورة الصادقة والمعبرة. إنه الشاب عبد الله بارحمة، وجه المدينة لهذه الحلقة. بدأت علاقته بالتصوير الفوتوغرافي في الصف السابع الدراسي حينما أهداه والده كاميرا احترافية، ومعها نمت هوايته التصويرية لتتحول بعد سنوات من الجد والمثابرة إلى مهنة وتخصص دراسي. هو المصور الفوتوغرافي عبد الله أبو بكر بارحمة. عبد الله أبو بكر بارحمة من محافظة شبوة، أسكن حالياً في عدن وأدرس في كلية الآداب قسم إعلام بكالوريوس إعلام في السنة الرابعة حالياً. وجدت نفسي في عالم التصوير الفوتوغرافي عندما أهداني والدي رحمه الله كاميرا رقمية من نوع أوليمبوس في عام 2008-2007. بدأت أمارس هوايتي على هذه الكاميرا الرقمية الصغيرة بشكل عشوائي نوعا ما، لكنني طورت من نفسي ومستواي أكثر فأكثر، وشجعني أكثر للاستمرار عائلتي التي وقفت معي دائما اهتمت بي وبموهبتي حتى تطورت واستمريت في التعلم، وأتوقع أن لا أتوقف عن التعلم حتى نهاية عمري. يؤكد عبد الله بارحمة على أهمية التصوير الفوتوغرافي في الحياة، فهو كما يقول يلامس ميول النفس البشرية ويساهم في توثيق الماضي وتجسيد الذكريات ورصد الواقع بضمير حي. بالنسبة لي شخصياً لا أميل للعلوم التطبيقية، أميل أكثر للعلوم الإنسانية والاجتماعية، لذلك اخترت مجال الإعلام وبالذات مجال التصوير الفوتوغرافي. كون التصوير الفوتوغرافي يحمل أو يلامس النفس البشرية بشكل كبير، الاحتفاظ بالذكريات، الاحتفاظ بالمواقف الجميلة يعتبر شيء قيم بالنسبة للإنسان، وأن تساهم في حفظ ذكرى معينة أو موقف
قد يكون يشكل قيمة عالية الجودة لهذا الإنسان أو لهذا الشخص. نوعية اللقطات التي دائماً ما أفضلها هي الصور البسيطة، صور الإنسان القروي البسيط البعيد عن التصنع، البعيد عن المثالية، صور الطبيعة بألوانها الجميلة، بألوانها الخضراء والزرقاء. هذه تشكل بالنسبة لي جمالية كبيرة لا يمكنني في يوم من الأيام أن أتخلى عنها أو أن أتجاهلها. هذه النوع من التصوير دائماً ما تجدين صوري مركزة بشكل كبير عليهم. نشرت له مجلة ناشونال جيوغرافيك صورة التقطها بعدسته في جزيرة سقطرى لشجرة دم الأخوين، وهي مشاركة منحته الكثير من الثقة ودفعته إلى تطوير قدراته واقتحام خفايا التصوير الفوتوغرافي بشكل أوسع. أبرز المشاركات في مجال التصوير الفوتوغرافي هي الصورة التي التقطتها في جزيرة سقطرى لشجرة دم الأخوين، والتي نشرتها مجلة ناشونال جيوغرافيك الأمريكية الشهيرة التي تختص بمجال الطبيعة. بالنسبة لي هذه المشاركة تعتبر قيمة كثيراً، وأثارت أو تركت طابعاً إيجابياً أثر على مستواي. أتمنى أولاً كطموح في مجال التصوير الفوتوغرافي أن أساهم ولو بجزء بسيط في توعية الناس أو في تبسيط التصوير الفوتوغرافي أو فكرة التصوير الفوتوغرافي للناس وتغيير الصورة النمطية الخاطئة التي شكلوها عنه. وهذه إن نجحنا فيها يعتبر شيء جميل جدا. إذا وعينا الناس بأهمية التصوير الفوتوغرافي، لأن توعية الناس بأهمية التصوير ينعكس علينا نحن المصورين، فاهتمامهم بالمصورين أو تقديرهم لهذه المهنة يشكل فارق كبير في تطوير مستوى التصوير وتطوير مستوى المصورين والخروج بنتائج إيجابية كبيرة. يفضل عبد الله بارحمة تصوير المناظر الطبيعية التي لم يتسنى للإنسان بعد التدخل بها، ويطمح إلى تقديم شيء جديد في عالم التصوير الفوتوغرافي وتعزيز دوره المجتمعي في التوعية والتوثيق. الصعوبات التي يواجهها المصورين اليوم هو نضوب الأفكار من مخيلة المصور، حيث يضطر أو يجد المصور نفسه وقع في فخ الرتابة أو التقليد أو الصور المملة الخالية من أي إبداع أو تجديد. هنا المصور يفقد حاسية أو لمسة الإبداع التي يعتبر التي يتميز بها التصوير الفوتوغرافي. لا يوجد صورة قيمة بدون إبداع، سواء في طريقة التقاط الصورة أو حتى في محتوى الصورة. لكن هذه المشكلة يمكن معالجتها بطرق كثيرة، أبرزها التغذية البصرية المستمرة والاحتكاك بالمصورين الذين سبقوك في المجال والذين هم أعرف منك. هذا من جهة، لكن المشكلة الأكبر التي تواجه المصورين في العالم أو على وجه الخصوص في بلدنا اليمن هي النظرة السلبية للمجتمع، أو إذا صح التعبير الصورة النمطية الخاطئة التي شكلها المجتمع عن المصورين، حيث يتوقع أغلبية الناس أو شريحة كبيرة من الناس أن المصورين الفوتوغرافيين هم مجرد أشخاص فارغين يمارسون هواياتهم بشكل عادي جدا، بينما في الحقيقة هذه صورة خاطئة جدا. فالمصور أرقى من ذلك بكثير، ووظيفته ليست مقتصرة على حبس الضوء فقط، لكنها أعمق من ذلك بكثير. المصور هو ينقل قصة، ينقل حقيقة. بإمكان المصور أن يساهم في إنهاء مشكلة اجتماعية، التوعية من خطر، بإمكانه أيضا أن يساهم في نهاية حرب أو ما شابه، أو ممكن أن يساهم في إزاحة رئيس أو إزاحة حكومة. والقصص كثيرة سمعناها عن صور ساهمت في فعل الكثير، فالصور بحد ذاتها يمكنها أن تفعل الكثير متى ما عرفنا أن نلتقطها وأن نختار الوقت المناسب والقصة المناسبة لذلك. مشاهدينا، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. ألقاكم في الأسبوع المقبل في أمان الله.